السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سأريكم طريقة الكول الدائري مع غرزة مستعملة. أنا الآن أتمم الفستان، أتممته كما ترون، وقمت بحياكة هذا الكول، وهو يعني خيطته، حكته وحده ثم خيطته. وإن شاء الله سأريكم على تريكو أو الكارديغون طريقة العمل مباشر. هذا كما ترون هو حكة وحده ثم خيطته مع الفستان، وإن شاء الله سأريكم في التريكو كيف سنجمع الأطراف الخمسة للتريكو وخياطة مثل هذا الكول أو حياكة مثل هذا الكول في تريكو أو الكارديغون. الآن أنا حكته أو اشتغلت هذه الأطراف الخمسة للتريكو كما ترون، وركبتها في الماكينة. إن شاء الله ستجدون المقاييس على صفحتي في الفيسبوك. ركبت الظهر هو الأول في الوسط، ثم الأكمام بجانبه، ثم نصف الأمام أو نصف الأمام ونصف الأمام الآخر. الآن سأمر بسطرين ثم سأضيف 6 أسطر لعمل التنية. سأحسب 6 أسطر، ها هي، ثم أعمل التنية الأولى. هذه التنية مع الغرزة أو الزواقة ستصبح على شكل منعرجات تضيف جمالية للتريكو. أضفت 2 سطرين فوق التنية، ثم سأبدأ في الزواقة. كما تعلمون دائما أنا أبدأ الزواقة أو الغرزة من الوسط حتى يعني تأتيني، يعني الجوانب تكون مثل بعض. سأرفع غرزة هكذا وأضعها من هنا، غرزة من هنا وأضعها فوق التي في الوسط، ثم بهذه سأحول 3 غرز، 3 من هنا أضعها هنا والثلاثة الأخرى هكذا. سأشتغل في هذا الجانب، أحسب 4 غرز، 1 2 3 4، ثم أرفع أضع كما فعلت في السابق هكذا، وأحول 3 غرز إلى جانب أو مكان التي وضعت في الوسط. دائما تبقى غرزة بينهما. أعيد 4 هكذا، ثم أحول 3 هكذا والثلاثة هكذا، وأستمر إلى أن أكمل السطر. الآن سأعيد كل الغرز إلى مكانها وأمر بسطرين. وأعيد من جديد في نفس الغرزة التي بدأت بها، هنا وضعت غرزتين فوق واحدة، سأعيد فوقها هكذا، ثم أحول بالقلابة 3
هكذا، هي تظهر الآن، لا نحتاج إلى الحساب ما ترون. تظهر على شكل مثلث. وسأستمر نفس الطريقة حتى أكمل أربع مرات. هنا في الفستان 5 مرات. الحساب يبدأ تعرفونه بهذه الثقاب. الآن هنا 5، 1 2 3 4 5. في التريكو سأضع فقط 4 أو 3، ترون 2 أصبحت على شكل منعرج. سأكمل هذا وأريكم بقية الكول. الآن اتممت السواقة كما ترون، ثم قمت ب6 سطور فوقها وعملت 2، ثم 6 أسطر أخرى. الآن سأمر بخيط آخر لكي أعمل يعني النقصان وأزيلها من الماكينة. مررت سطر واحد، سأزيلها وأضع الخيط لأني سأكمل العمل به، ثم سأقوم بوضع غرزة ثم غرزتين، غرزة غرزتين، غرزة غرزتين فوق كل إبرة هكذا. الغرزة الأولى ثم 2 هكذا، ثم 1 ثم 2، وأستمر هكذا إلى نهاية السطر. الآن أكملت تركيب الغرز، سأضيف 6 أسطر أخرى ثم أزيلها من جديد. وسأعيد تركيبها كما ترون. الآن يعني بدأ يتشكل عندي الأكتاف كما ترون هنا، أنني يعني لما بدأت الزواقة أو الغرزة من الوسط أصبح الأمام يعني الأطراف الأمام متشابهات، نفس الزواقة في الأمام. الآن سأقوم بنقصان من جديد وأعود إليكم. الآن يعني قمت بالنقصان الثاني ووضعت غرزتين فوق واحدة، ثم 3، واحدة واحدة واحدة، غرزتين 3، غرزتين إلى آخره. سأقوم ب6 أسطر أخرى. وبهذا أكون قد أنهيت كل الأمام. سأغلقه، أغلق كل الغرز، وبعد ذلك سأقوم بالكروشي للتريكو. أما للكسيوة كما ترون فقد تركتها هكذا لأنني أغلقتها ثم تركتها هكذا للالتواء، شيء شوية من الاختلاف عن التريكو هذا. وأرجو أن أكون قد أفدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.